تصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاستثمارات الأجنبية المستقطبة لمملكة البحرين خلال العام الماضي 2017، حيث مثل ما نسبته 54% من مجموع الاستثمارات. وبحسب إحصائيات أعلن عنها مجلس التنمية الاقتصادية خلال لقائه السنوي مع المستثمرين ورجال الأعمال في مقره بخليج البحرين، جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية بنسبة 20% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، فيما حقق قطاع النقل والخدمات اللوجستية المركز الثالث مشكلا ما نسبته 11% من الإجمالي، في حين جاء قطاع السياحة بالمركز الرابع بنسبة 10%. ووفقا لمجلس التنمية، فقد كانت شركات أمازون لخدمات الإنترنت ومجموعة مونديز وأجيليتي وأرمادا أبرز المستثمرين الكبار في العام الماضي. اليوم التجمع الصراحة هو مع المستثمرين اللي موجودين في البحرين، اللي أولا أتوا إلى المملكة خلال السنة أو السنتين السابقين أو اللي كانوا موجودين من قبل، وإحنا أملنا أن طبعا نشكرهم على ثقتهم بالمملكة، على اختيارهم البحرين كمقر لهم للدخول إلى سوق الخليجي، وأملنا أيضا أن إحنا نشجعهم على توسعة استثمارهم والاستمرار في استثمارهم. فسنة 2017 هي سنة قياسية بالنسبة حق الجذب الاستثمار اللي حصل من خلال مجلس التنمية الاقتصادية. نجحنا ولله الحمد باستقطاب تقريبا 730 مليون دولار من الاستثمار في خلال الأربع قطاعات أو الخمس قطاعات اللي نغطيها، من قطاع المالي إلى قطاع الصناعة واللوجستكس إلى القطاع السياحة إلى قطاع التكنولوجيا. عبر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد عن تقديره واعتزازه العميقين للدعم الحيوي الذي يحظى به بيت التجار من جانب القيادة الحكيمة، باعتبارها شريكا فاعلا في خطوات التطوير والإصلاح الاقتصادي. جاء ذلك على هامش رعايته لحفل غرفة تجارة وصناعة البحرين لتكريم رؤساء وأعضاء اللجان ومجالس الأعمال بالغرفة للدورة 28، حيث أكد المؤيد أن مجلس إدارة الغرفة قد سعى إلى توسيع نطاق تمثيل القطاعات الاقتصادية المختلفة في الغرفة من خلال اللجان ومجالس الأعمال التي تعتبر المساند الأساسي لمجلس الإدارة في تنفيذ خطط وسياسات المجلس. وقد أوضح المؤيد أن مجلس الإدارة حرص على تقديم الدعم الكامل للجان، فكان تفعيل وتطوير دورها مع مجالس الأعمال المشتركة في صدارة اهتمامات المجلس. الغرفة في الدورة الأخيرة أنجزت الكثير، في كثير من اللجان اشتغلت في هدوء بعيدا عن الأنظار، تابعت القوانين الصادرة وزيادة الرسوم والأجارات وتفاصيل الضرائب، كلها ناقشناها وتناقشنا فيها مع المسؤولين في الدولة، بعضها توفقنا في إزالته وبعضها توفقنا في إبقاء على ما هو وبعضها ما توفقنا فيه لأن القرار مو في يده، لكن في هناك جنود مجهولين عملوا بجد واجتهاد خلف الكواليس في تحقيق أهدافنا ورفعة الاقتصاد. نتوقف الآن مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين والتي أقفلت في المنطقة الخضراء بارتفاع نسبته 0.2% عند مستوى 1332 نقطة، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1,536,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 274,000 دينار تم تنفيذها من خلال 54 صفقة.
وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 59% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. وننتقل الآن مع أغلاقات الأسواق الخليجية، ونبدأ مع السوق المالية السعودية والتي أغلقت عند مستوى 7528 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.26%. أما بالنسبة لسوق دبي المالي فقد أغلق عند مستوى 3298 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.18%، كما هو موضح على الشاشة. وبالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6711 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 0.15%.